خلال سنوات الحرب على سوريا كان للمرأة دور كبير، كانت العزيمة والإرادة والتصميم كانت دائما مقاومة ما بتهز رياح. أكيد نور، عم نحكي عن المرأة السورية اللي هي رمز العطاء واستطاعت أن تكمل الدرب وتكون الأمل والإرادة الصلبة لعائلتها بعد استشهاد زوجها. هي صورة أخرى من الصلابة، هي صورة من الإرادة في إكمال الحياة بتفاصيلها ومع مسؤوليات زادت لكنها كانت أكثر صلابة. هالشي رح نتعرف عليه وكيف قدرت زوجة الشهيد أن تكمل المسيرة. معنا السيدة داليا يوسف وهي نموذج من طبعا زوجات أم الشهداء، الأم الصابرة اللي استطاعت انه تكمل الدرب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي وكل عام وانت بخير. بخير يا رب. يسعد صباحك حبيبتي. والرحمة لزوجك وجميع الشهداء وسعيدين بوجودك معنا. حبيبتي شعراتك كثير حلوة حبيبة قلبي. خلينا نحكي بالبداية، اللي بتعديها هي نقطة تحول او فاصلة بحياتك، يمكن اختلفت حياتك بعدها واصبحتي امرأة تتحدى جميع الظروف وأكثر صلابة، امرأة مسؤولة عن عائلة بأكملها. نحن ما فينا ننكر هذا الشيء، الموت حق صدع كل إنسان، هذا مبين على جبين ما في مهروب منه أبدا. زوجي الله يرحمه كان دائما، بلشت الأزمة كان دائما غايب على البيت، فأنا كأم أو زوجة يعني بدي أخذ دور الأب والأم بالبيت، بدي ألعب هذا الدور. أنا كنت عم مثله، عم مثل هذا الدور أني أنا الأم والأب بالبيت، وطبعا هذا الفضل الاول والاخير بيرجع له، لانه هو من يوم اللي تزوجنا قال لي يعني انت رح تتعودي على فتره غيابي، انه انا دائما غايب، يعني انت الام والاب وانت بتساوي يعني الكبيره والصغيره لك انت. فهذا الشيء انا كثير ساعدني، ساعدني كثير بعد الله يرحمه بعد ما استشهد، يعني كثير ساعدني. ما لقيت كثير في صعوبات، عم بحكي عن اولادي، صعوبات مع اولادي ابدا، لا بتربيتهم. عندي ثلاثه، عندي صبي وبنتين. الله يسلمك يا رب. يعني هي الحياة دائما نحن بنقول المرأة السورية خلال سنوات الحرب هي فعلا أخذت أدوار كتير. في كتير سيدات يمكن زواجهم انفقدوا، في كتير سيدات ما توفى زوجها ولكن بحكم طبيعة عمله بيغيب لساعات وأيام وشهور أحيانا بالمعارك خارج البيت. فأنت قلتي إنه هذا الشيء يمكن لأنه طبيعة عمله فرضت، فأنت تعودتي على هذا، ولكن الفقدان. أيوة. لما بينفقد الأب، بدنا نحكي عن الفقدان. بدك مثل ما بدك، يعني أنا إجاني خبر استشهاده مثل الصاعقة، يعني أنا ما بظن في خسارة لسه أكثر من هيك، يعني أنه تفقدي عمود بيتك، تفقدي زوجك، تفقدي أب أولادك، يعني هذا الشيء أبداً ما هو سهل. أنا ما بتصور في خسارة لسه في أكثر من هيك يعني، بس الحمد لله رب العالمين قدرت أني يكون قد الأمانة وقد الحمل، ويعني الحمد لله عندي قوة أني سيطرت على أولادي سيطرة كاملة، سيطرت على حياتي، قدرت أوصله للي أنا بدي إياه، للي أبوه كان يحبه. يعني مثل ما حكيتي دائما في صعوبات كتير، ولكن أيضا في قوة وإصرار عند كل زوجة شهيد أن تكمل هاي المسيرة. اليوم بهذا اليوم الاستثنائي شو بتحبي توجهي تحية لكل زوجات الشهداء؟ شو بتحبي توجهي لهم؟ خليني أقول شيء من قوتك ومن الرسالة اللي قدمتيها مع أبنائك. بحب أقول لكل زوجة شهيد أنه كفي دربك، كفي رسالتك، كفي يلي أنت بلشتي فيه، كوني قد هالحمل وقد هالأمان اللي أنت يلي جوزك أمنك فيها، أنه كوني قد الحمل. الله يكون مع الجميع. آمين. والرحمة لجميع الشهداء. أكيد رحمة لجميع الشهداء. ست داليا يوسف نتشكرك على وجودك معنا، كنا سعيدين بوجودك، وتحية لأولادك والرحمة مثل ما قلنا لجميع الشهداء. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك.